أساها تنذكر وما تنعاد. أيام اللي عدت على الإعلامية الكبيرة الأستاذة فجر السعيد أم عثمان، في يمكن مشاعر أنا ما يعني أنا أدري من زمان إن أنا أعرف إن أنا أحب أم عثمان، لأن أنا مؤمنة في شغلة. أم عثمان فجر السعيد قدمت لي أشياء أنا يمكن تكلمت مليون مرة، قلت أنا يمكن أهلي بالعشر سنوات الأخيرة ما سووا لي ربع اللي سوت لي أم عثمان. الاحتواء، الكلمة الطيبة، الفزعة، الظهر. أنا دلنا رح